جزاكم الله خير. أيضا يقول: ما القول في التعزية في الكلمات والتقبيل والمصافحة، هل ورد فيها شيء؟ التقبيل والمصافحة لا أصل له في التعزية، ولكن الكلمات يعني يقول: أحسن الله عزاك، جبر الله مصيبتك وغفر لميتك. لكن المصافحة يعني عند اللقاء، إذا كان القصد أن يصافحه عند اللقاء فهذا مستحب في التعزية وغيرها، إذا لقي أخاه يصافحه يعني.